يكون جميع الاعضاء الجدد يلتحقوا بالمجلس وكان فيهم القدامى وخاصه الفتيات وخاصه العنصر النسوي اللي كيشرف زعما صراحه، ولكن نعرف بانه جميعهن بمستوى عالي جدا احسن لها احسن لها طبعا كاين الاجازه والماستر على اين اول حاجه على مدير السيد المرجع كنظن هو تسليم السلطه ما بين الرئيس الجديد الجديد القادم يعني بين نفسي الوافد والمغادر اللي هو نفس الشخص اي هو نفس الشخص بالنسبة يعني شنو كيكون في هذه الخطوة تبقى المقتضيات تبقى المقتضيات المرسوم رقم 304 16 جوج خاصة الفقرة الثالثة اللي يعني كتنص على تسليم الصلاة و الرسالة ديال السيد العامي التوجيهية المتعلقة بكيفية تسليم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم غادي نبداو بالموارد البشرية يعني الوثائق الواجب تسليمها ما بين الرئيس الجديد والرئيس القديم. كان بالنسبه للموارد البشريه كان الموظفون الجماعيون الاطر العليا العامله ديال مصالح الجماعه الاطر الجماعيه الملحقه لدى الاداره او جماعات اخرى موظفو الجماعه الموضوعون هنا اشاره بعض الادارات والجماعات المحليه والمناصب الشاغره. كل هذه الجداول او يعني محتوى هذه الجداول موضوعه رهن إشارة السيد الرئيس من أنه هو الرئيس القديم يعني نطلع على هذه الجداول وهذه الوثائق اللي هي محفوظة في مصلحة الموظفين. لكن شي حاجة يعني ممكن نطلعوا على الجميع ونناديو عن مصلحة الموظفين باش ينورنا بها. بالنسبة للموارد المالية كاين الموارد الخاصة بالمداخيل، مداخيل ميزانية التسيير لسنة 2021، مداخيل ميزانية التجهيز ووضعية القروض وحالة اعتمادات التسيير واعتماد التجهيز ووضعيه سير المشاريع. ثالثا كاين الامريكا العقاريه المتمثله في البنايات المخصصه للاستعمال الاداري، جرد البنايات السكنيه، الاراضي الغير مبنيه، الحدائق المنتزهات العموميه والمواقف ومواقف السيارات وجرد التجهيزات الفوقيه. الادوات والمعدات كاين الادوات المعدات وجلد 15 دائما خاص بالمعدات التي لم تعد صالحه. هي موجودة وكاين يعني الوثائق ديالها في الفرق 5 ديال المعدات. العربات والآليات خاص بالسيارات وكاين جدول آخر خاص بالشاحنات والآليات. وكاين جدول آخر هو متمثل في الاتفاقيات والعقود المختلفة التي أبرمتها الجماعة. وكاين المنازعات القضائية خاص بالمنازعات القضائية، واحد الجدول خاص بالمنازعات القضائية. وجدول خاص بوثائق الحاله المدنيه بما فيها يعني جميع وثائق الحاله المدنيه التي يتم تسليمها بمحضر خلال عمليه تسليم الصوره وهي موجوده في هذه الجداول هذو. وكاين حتى الوثائق المتعلقه بتصحيح الامضاءات ومطابقه نسخ الوثائق لاصولها. هذه يعني كل جدول شنو فيه مثلا بالنسبه للجدول رقم 1 الموظفون الجماعيين التابعين للجماعه بالليغراد ديالهم وتاريخ التوظيف ديالهم يعني جميع المعلومات المتعلقة بكل موظف. كذلك فيما يخص الأطر العليا كاين الأطر الجماعية الملحقة لدى الإدارة يعني اللي جايين عندنا أو جماعات محلية لدى الإدارات الأخرى أو جماعات محلية. الجداول توضع رهن إشارة المصلحة المعنية قصد الاطلاع من طرف جميع الأشخاص ماشي فقط أعضاء الوافدين، جميع الناس اللي عندهم المصلحة أنه بغى يطلع يطلع مرحبا به. يقرا اللي بغى يصور اللي بغى يدير يجيب السي فؤاد كان تما الشاب كان تما في المجلس السابق و السي فؤاد السي فؤاد Thank you.